معانا، اتفضلوا. مساء الخير يا اختي موال، مساء الخير بحضرتك، اهلا وسهلا. انا عفاف من كاليفورنيا. اهلا بيكي اخت عفاف، اتفضلي. سلام يا اخت ابونا، رب يخليك لينا ورب يديك الصحه. اهلا وسهلا، انا عندي سؤال بسيط. اتفضلي. لما بنتبع تعليم الرب يسوع المسيح والمواعظ على الجبل، صعب جدا ان احنا نكون فيها في وسط الناس، لان برضه بيرجع الانسان العتيق بيظهر وبيطلع مننا حاجات، يعني بيقولوا دول مش واخدين اي حاجه من الرب. فهل يعني الانسان بيبقى زي الملاك بالظبط لما بياخد الخليقه الجديده؟ معلش قلت ابونا على سؤال، يعني ما اعرفش، نفسي اسمع اجابه قصتك يا ابونا، ربنا يخليك. سلام. سلام ونعمة ليكي أخت عفاف، أهلا بيكي معانا. وهاخد الاتصال التاني وبعد كده أبونا هيعلق المداخلات. أهلا بيكم معانا، اتفضلوا. مرحبا، مساء الخير. مساء الخير بحضرتك، اتفضل. أهلا وسهلا، مين معانا؟ سلام، أنا أبو جاك من كندا. أبو جاك من كندا، اتفضل أخونا، أهلا وسهلا. أنا أشكر الأب زكريا على اعتداله، على تفسيره لحياة المسيح التي نقتدي به. ولكن رجل ديني اجى في وقت متأخر، لازم أبونا زكريا لازم يجي قبل 2000 سنة يظهر، لأنه مش بيجي أسلوب لحياة المسيح. كل رجال الدين لم أجد واحد اقتدى بالمسيح قبل زكريا. لماذا صارت الانقسامات في الديانة المسيحية نتيجة رجال الدين؟ شكرا شكرا، وصل سؤالك أخونا أبو جاك، وشكرا لتعليقك، وشكرا للمجاملة لجناب الأب القمص زكريا بطرس. شكرا للأحباء، واتفضل يا أبونا الميكروفون معاك للتعليق على الأحباء اللي شاركونا في هذا الجزء. تفضل يا أبونا بمداخلتهم وبأسئلتهم وبطلبات صلواتهم. شكرا يا أبي، تفضل الميكروفون معك. شكرا للأحباء، وتفضل يا أبونا الميكروفون معك. شكرا جزيلا مدام نوال، ومرحب بالمداخلات من أحبائنا اللي هم اتكلموا دلوقتي وشاركوا. مدام نوال اتكلمت في الأول وقلت هذه التعاليم قد يعتبرها الآخرون أنها تدل على الضعف والخنوع والاستسلام وليس القوة. والحقيقة احنا لو بصينا للكلام ده هوت على ان احنا لوحدنا كده وبنتصرف هذا التصرف، طبعا ده منتهى الضعف، منتهى الضعف. لكن اللي مش فاهمينه الناس المعترضين ان احنا مش لوحدنا. ان كنا احنا ضعفاء فمعنا اكبر قوة في العالم. يقول ليقل الضعيف بطل انا بالرب. يقول لا تنتقموا لانفسكم، لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. قفوا وانظروا خلاص الرب، ليس لكم أن تدافعوا لأن الرب يحارب عنكم وأنتم تصمتون. الجماعة اللي بيعترضوا على أن ده ضعف ومذلة وخنوع بيبصوا في المشهد يلاقوا شخصيتنا فقط، لكن ما بيقدروش يشوفوا شخصية المسيح اللي هو سر قوتنا، وهو ده اللي بيدافع عننا واللي بيحارب عننا. لهذا نحن نترك له المجال كاملا، نقف صامتين ونقول له أنت يا رب ترى كل شيء وأنت الذي تدافع عنا ونحن صامتون. الدليل على كده ان المسيحية مثلا لا تحرض على حمل سلاح على الاطلاق،
أو الدفاع عن النفس. الرب يدافع عنكم ويحارب عنكم. طيب المسيحية في هذا الضعف إزاي؟ إيه اللي خلاها قائمة النهاردة على ممر العصور والأزمان؟ وإحنا كل واحد يقوم يحاربنا وإحنا ما عندناش حاجة نحارب بيها. إيه اللي مخليها تقف خصوصا في وجه جحافل الغزاة على بلادنا في الشرق؟ إيه اللي خلاها ثابتة؟ هل قوتنا؟ هل اقتدرنا؟ هل حربنا؟ لا، لكن إلهنا الذي يحمينا ويثبتنا ويدافع عنا. إذن الموضوع يا أحبائي مش إحنا اللي في المشهد فقط، لكن لازم نبص في المشهد إلى القائم في الوسط الذي لستم تعرفونه. الله معنا، وإن كان الله معنا فمن علينا. السؤال اللي جاي من الأخت، أو الكلام اللي جاي من الأخت بخصوص مديح كثير لضعفي، لكن أنا بأعطي المجد كله لله بمنتهى الصراحة، وليكن فضل القوة لله لا منا، والله هو اللي بيدي الحكمة وبيدي الكلمة وبيدي القدرة وبيدي الشجاعة وبيدي كل حاجة. الله هو الذي في المشهد وإحنا بنختفي من ورائه، بس من تواضعه بيسيبنا احنا ناخد الكلام وهو يختفي من المشهد. صلاة لأجل العائلة، أمين. الرب يتمجد ويستجيب الطلبات ويعمل للخير، أمين. أخونا صموئيل بيكلم عن الموعظة على الجبل، 5000 نفس من الرجال غير النساء والأطفال، لو قلنا كمان 5000 ست مع الرجالة وكمان عيل واحد في كل عيلة يبقى ده 5000 كمان، يبقى كام ألف دلوقتي؟ حوالي 15000. طيب من غير ميكروفون كان يوعظ ازاي؟ ازاي لا تنسى انه الاله المتجسد، لا تنسى صوته الى القلوب من الداخل، مش بس في الاذان من بره، هو الذي يوصل الصوت بقوه الى الاعماق، ولا زال لحد النهارده بيوصل صوته الى كل انسان والى كل قلب دون ميكروفونات ودون مكبرات للصوت، امين. ثم سلطان المسيح، كلمات بسيطه بتخلي الناس يؤمنوا، لأن فيه لمسات الروح القدس، مش مجرد كلمات للودان وللعقول، لكن دي لمسات إلهية تصل إلى القلوب فتغيرها. هذا هو سر التغيير، وأي واحد النهاردة بيفتح قلبه للمسيح عشان خاطر يعمل فيه بيتغير فعلا. يقول أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. طب لو أي واحد تاني يتقابل مع السامرية دي كان هيحصل إيه؟ بمنتهى البساطة كانت وهبت نفسها ليه، يعني امرأة مؤمنة تريد أن تهب نفسها كان يعني، بس المسيح أصلا مش بتاع كده. المسيح بتاع الروحيات ويوصل الإنسان إلى خلاص نفسه، مالوش أي هدف شخصي ولا ذاتي، لكن هو موجود لأجل الآخرين، يبذل لأجل الغير، يعطي بلا مقابل، أمين. أختنا جينا من فانكوفر، ربنا يكون وياكي والرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون ويعطيكي نعمة ويعطي أيضا للقضاة نعمة عشان ينصفوكي ويخرج الحق إلى النور. أخونا سامي من أريزونا، والتعبير بتاع مالهم ونسائهم حلال عليكم ما هيش آية، لكنها دي روح القرآن والأحاديث النبوية، اللي هي مالهم
ونساؤهم غنيمة للمسلمين.